أكدت عائلة تقوي ولاءها المطلق لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وشجبها للأساليب الرخيصة للنظام المارق وأعلامه المثير للفتنة بالمجتمعات. وشددت العائلة على أن البحرين كانت وما تزال وستبقى آمنة مستقرة تحت قيادة جلالة الملك المفدى، وأن جميع البحرينيين يشعرون بالفخر للانتماء لهذه الأرض الطيبة.